وحول قرار الإدارة الأمريكية إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد. أهلا بك معنا سيد محمود. أهلا وسهلا أخي، مساء الخير عليكم. مساء الأنوار أستاذ محمود. يعني رغم المعطيات التي أكدت لربما احتمالية قبول أمريكا لشروط إيران في الملف النووي برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، يأتي القول الفصل من واشنطن على خلاف رغبة طهران. يعني السؤال هنا، ما الأسباب التي دفعت الإدارة الأمريكية لتغيير موقفها، على الأقل موقفها المتوقع؟ طبعا الرئيس الامريكي، جميع نحن نعرف انه القرارات التي يتخذها يتخذها على ضوء التوافقات اللي تصير من الحكم العميق في امريكا، والكونغرس والحكومه والعلاقه باسرائيل والعلاقه باصدقائهم وحلفائهم بالمنطقه بالشرق الاوسط ايضا يلعب دور. فهو الرجل كان يحاول وكان يعمل والديمقراطيين مع مجتمعين، لكنه ما تمكن يمررها، خصوصا المعارضة الإسرائيلية، وهذا الموقف محسوب لإسرائيل مش محسوب لأمريكا. هو الآن يتكلم عن أنه هذا الخطر يوجهون الحرس يوجهون لأمريكا وإسرائيل، لكن الواقع هم يوجهون للعرب قبل إسرائيل، لكن هذا لا ياتي بالخبر اطلاقا، ويبقون يدورون على دائره فارغه. الحل في ايران اساسا، هذا النظام هو نظام ارهابي، ليس الحرس فقط، من منهم غير ارهابي؟ هذا الرئيس اللي يحكم اليوم، رئيس الجمهوريه، هو الذي امر بقتل 36 الف من الايرانيين في نهاية الحرب العربية العراقية الأمريكية، أو العراق العفو العراقية الإيرانية. ولي الفقيه اللي موجود هو اللي يأمر وهو اللي يصدر الأحكام بالإعدامات وبالجرائم الأخرى اللي يرتكبونها. طيب. والتدخلات. سيد محمود، يعني بالتزامن مع قرار إبقاء الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، أمريكا تصنف كما تعلم شركات نفط تمول ميليشيا حزب الله وفيلق القدس تنظيما إرهابيا. السؤال هنا، هل أيضا بدأ تجفيف منابع التمويل على نطاق أوسع برأيك؟ هو طبعا معروف أنه حتى أحد المسؤولين قبل أسبوع، أقل من أسبوع، مقابلة كانت له، قال أنه إحنا كنا نأسس الشركات بأسماء أجنبية، بأسماء أمريكية، بأسماء أوروبية، لكن هي الواقع كلها شركات إيرانية، وهاي الشركات كلها للحرس الثوري أساس، هاي الشركات كلها هي تابعة للإرهاب وتابعة للتخريب وتابعة وإحنا نعرف أنه هذا النفط اللي هم يبيعونه سنويا، الآن هم عندهم 20 مليون يحصلون عليها من النفط، من بيع النفط الواقع، لكنه لم يصل منها شيء للشارع، والشارع الآن يغلي من التصور. المياه في إيران الآن بالمبالغ الباهظة، فكيف يكون الكهرباء؟ ولكن يعني هذه الشركات بطبيعة الحال ربما أمريكا لديها علم بها، الشركات الوهمية الإيرانية أساسا، ولكن لماذا هذا التحرك بهذا التوقيت؟ يعني هل هو فعلا تجفيف؟ هل يعني هناك إرادة فعلية من الإدارة الأمريكية في هذا التوقيت لتجفيف منابع تمويل هذه الميليشيات؟ أنا أشوف الأثر الإسرائيلي واضح بهذا الضغط، خصوصا هاي هذا القرار المتسرع اللي لم يتوقعه أحد، مثل ما تفضلت حضرتك، أنا أتصور هذا الأثر الإسرائيلي واضح، لكنه هم الآن وصلوا إلى مرحلة لازم أن يقولون نعم أو لا. قرار متسرع، وصفته بالمتسرع، ما الذي تقصده سيدنا؟ أقصد الرئيس، قرار الرئيس جاء دون توقع أي أحد له. نعم، هنا ما هو دور الضغط الخليجي؟ يعني أشرت إليه سريعا، ولكن ألا يعني ألم يلعب هذا الدور الخليجي لربما النقطة الفصل في هذا القرار؟ أنا أرى إسرائيل، لكنه الواقع الخليجيين الآن والمملكة العربية السعودية والإمارات خصوصا والبحرين
عندما اقتربوا كثيرا من روسيا، هذا يمكن يضغط على الرئيس أن يأتي بهذا الخبر يكون له تأثير على القرارات التي تتخذ بالمستقبل لدول الخليج. دول الخليج الآن دخلوا في مرحلة مختلفة عن السابق في علاقاتهم مع القضية العربية الإسرائيلية، مع كل العلاقات اللي موجودة عندهم. نعم. ومع ذلك هم الآن لديهم صداقات مع إسرائيل، ويمكن حتى متفقين على ذلك. الله أعلم. نعم سيد محمود، يعني أمس استهدفت قاعدة أمريكية في مطار بغداد، يرجح أن تكون إيران وميليشياتها بطبيعة الحال هي الفاعل فيها. هل من ربط بين قرار أمريكا وقصف قاعدتها في العراق؟ وإيران لكل حدث يحصل بينه وبين أمريكا ويتصرف، حتى لو كان الحدث يحصل في أمريكا والشكوك تأتي ضد الميليشيات أو ضد إيران مباشرة، هو يقوم بأعمال، لا يريد أن تهدأ المنطقة، لا يريدها دائما مشتعلة وتأتي له بنتائج لصالحة وتحرك الساكن في ربوع المنطقة وفي أوصاف الميليشيات التابعة لإيران. نعم. فإيران دائما يخصف الأكراد في كردستان بحجة أنه يقومون بأعمال وهم لم يقومون بشيء، ويخصف كردستان ويقول إسرائيل متواجد هناك، ولا يخصف إسرائيلي ولا يقتل إسرائيلي، وإنما يخصف الجبال هو الواقع. نعم. إيران يأتي بحجج غير منطقية ولا يقبلها أحد، لأن بدون دليل بدون مبرر بدون أي شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد.